السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير، يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير. قراءة روحانية بضربة الودع لمواليد برج الميزان، صلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. ننزل في التعليقات نصلي على الحبيب المصطفى بنية الفرد وندعم الفيديو في اللايك فضلا وليس امرا. بسم الله الكاشف، شايفنا اللهم صل على النبي، يعني الامور يعني هتروح في مكانه عالي وقريبا هتشعر بالسعاده عشان يعني الحظ معاك. في تغيرات قادمه والتغيرات دي هتدق بابك، عندك بدايات عاطفيه وشايف عندك هنا يعني وامور جديده وهتتخلص من علاقات سامه. في عندك خروج ناس من حياتك، الناس دي تعباك مضايقاك، تخلص من الطاقة السلبية اللي عندك. في عندك طاقة سلبية شديدة عاملة لك ضيق، تعب، خنقة، تعب في الظهر والمعدة والعمود الفقري، وأكتر حاجة التفكير السلبي والتعطيل اللي عندك، كل حاجة رح تخلص منه بإذن الله تعالى. شايف الطاقة عندك، طاقة الخير هتتفتح معاك، شايفك انت يعني صبور ومتحمل غلطات الناس اللي حواليك، متحمل كتير، مع انك يعني مع العلم انك بتقدم عطايات كتيرة، عاطي ناس كتير وبتقدم لهم الخير، بتقدم على قد ما تقدر، ما بتحبش تأذي حد، ما بتحبش الشر لحد، بتدي كل الخير للناس ومقدم لهم عطايات كتيرة ومستحملهم. رب العالمين بينصرك رب العالمين على امور معقده حواليك، وكني شايفك هنا يعني بتحاول الفتره دي تبعد عن اي غلطات ممكن تقع فيه، بتحاول تبعد وهتبعد على قد ما تقدر عن الغلطات دي. شايف عندك هنا طال انتظارك في امور يعني كثيره حواليك، انت هنا على وشك يعني انتهاء من مرحلة يعني مرهقة، مرحلة متعبة، امنياتك هتبدأ تتحقق، وكأني شايفك هنا هتبدأ تحافظ على اوضاعك في بعض الامور اللي حواليك. شايفك هنا هتتبع يعني طريق حلوة، شايفك هنا مع بعض الاشخاص، لان هنا شايفك هتتعرض لبعض المضايقات، في مضايقات هتضايقك خلال الفترة اللي جاية. شايفك هتخلص من علاقات مرهقة وهيكون عندك العزيمة انك تتكلم على يعني على ظلمك. شايف النجاح هيكون معاك الفترة اللي جاية. عندك شخص بينفك بينك وما بينه يعني بلوك قريبا. انفك ما بينك وما بينه بلوك. عندك مبلغ مالي او مادي بتحصل عليه، بس هنا شايف عندك هنا شخص مقرب، الشخص ده مقرب يعني مقرب بعيد ما يعني في مكان بس قريب يعني من العيلة او هكذا. الشخص ده يعني مش كويس، بيحاول يأذيك بأي الطرق. شايفك هنا انت يعني بس انت هنا في مرحلة تغير، بمعنى اشخاص هتخرجهم برا حياتك، وشايف هنا اشخاص برضه هيخرجوك برا حياتهم. انت عندك يعني تعب كتير ومريت بظروف كانت قاسية، ولكن اتحملتها لوحدك، اتحملت كل حاجة لوحدك، الظروف القاسية وكل حاجة اتحملتها لوحدك. شايف هنا في اتفاق، فانت هنا هتتفق مع يعني هتتفق شيء، شايف هنا بدقة وهيكون فيها شكر، ويعني هتعمل حاجة برضه هيكون فيها شكر، يعني حد هيشكرك انت. شايفك هنا هتلم يعني هنا، بس هنا شايفك هنا حاول يعني تلم بعض المشاكل، يعني في عندك شوية مشاكل حاول تلم المشاكل دي، بعض المشاكل دي يعني المتعلقة من فترة في حياتك،
عندك يعني عندك عدة نصرات كثيرة، عندك عدة نصرات جاية لك من رب العالمين، وكان شايفك هنا عندك شخص، يعني الشخص ده هيتحصر عليك من قلبه، الشخص ده هيتحصر عليك من قلبه بسبب يعني موقف يعني حطك فيه من قبل. شايف عندك يعني عندك هنا تلات زعلات، تلات زعلات جايين لك، في عندك مكالمة تليفون بتجي لك بتزعلك، تلات زعلات أو تلات حاجات يعني بيزعلوك. أول حاجة مكالمة تليفون، المكالمة دي بتجي لك بتزعلك، أو ممكن يعني تعطيك يعني مكان، يعني شايفك برضو هنا بتعطيك مكان شخص من الأبراج المائية بيتعرض لوعكة، لوعكة صحية، وحواليك أشخاص هنا بتغير منك، يعني شايف هنا اللي حواليك أشخاص بتغير منك، بس مش يعني بتوصل لك غيرتي بطريقة بطريقة مباشرة. شايفك هتاخذ قرار بينك وما بين نفسك بقطع علاقتك بشخص، بس احذر يعني هنا احذر من مجتمع الأصدقاء حواليك عشان حتى يوقعوك في فخ انت بغنى عنه، انت بغنى عنه. شايف هنا شخص هيكون عايز يعني منك، الشخص ده خلي بالك عشان هيكون عايز منك علاقة غير شرعية، خلي بالك يعني. والفلوس اللي جاية لك الفترة دي، يعني الفترة دي اللي جاي بزيادة، ومع العلم هنا عندك دخول محكمة، عندك دخول محكمة، بس ربنا بينصرك فيه. بعد اتنين اوقات شايفك هنا بتختلف، شايفك في اختلاف، بتختلف انت وشخص على موضوع يخص الماديات، واحذر الفترة دي من الفتنة، من الفتنة اللي حواليك، احذر الفترة دي من الفتنة اللي حواليك. شايف هنا شخص من الاهل هتتورط معاه، يعني هتتورط معاها في موضوع كبير وهيكون سبب خلاف بينكم. عندك سفر، عندك سفر جاي لك في مناسبة حلوة بتحضرها، بس حاول تبعد عن الإرهاق والزهق اللي جواك، حاول تبعد عن الحياة اللي تعباك، اخرج اطلع من الضيقة اللي انت فيه. شايف حاسس في ناس بتشرط عليك، ما عايزكش تخرج، ما عايزك، ما خطة فروضها عليك، الناس دي مسيطرة عليك كمثل زي عم زي ما بيقولوا، لكن انت عايز تخرج تطلع من الضيقة اللي انت فيها، عايز تفرح، عايز تحاول تنبسط، تطلع تشم هوا، تخرج، الخنقة مسيطرة عليك، الطاقة السلبية مسيطرة عليك. صلى على الحبيب المصطفى. شايف هنا يعني نفسيتك يعني، بس بسبب التعامل الأشخاص معاك بطريقة فيها نوع من يعني الحدية أو الكلام اللي مش كويس، بقول لك هنا احذر من الغيرة، لأن الغيرة هتولد معاك مشاكل خلال الفترات اللي جاية. عندك أشخاص، عندك أشخاص هنا هتتهمك في بعض السلوك، يعني هتتهمك في بعض السلوك اللي هتتعبك، وكأن اتهامهم ليك بالحقد، يعني اتهامهم ليك بالحقد داخلهم، بإذن من رب العالمين هتنتصر على بعض هذا الأشخاص اللي حواليك، نيتهم ليك مش حلوة. الفترة اللي جاية شايفك هتتعامل مع شخص ليه قيمة ومكانته عالية، أو مكان ليه مكانته، الصبر هيكون حليفك، الصبر هيكون حليفك الفترة اللي جاي، عشان في شخص هتتجاهله في كتير مواقف، وده هيولد نوع من الغيرة. شايف الرزق جاي لك، الرزق جاي لك من بعد مسافات، الرزق جاي لك من بعد مسافات قريبة. عندك هنا سفر، يعني السفر ده عن قريب، قلبك هنا بيفرح بخير، شايف قلبك بيفرح بخير على حد مقرب منك.
وعن قريب بتحضر مناسبة أو فرح أو خطوبة عن قريب. في عندك إنسانة، عندك دي يعني إنسانة، هذا يعني احذر مني واحذر، عندها تصرفاتها معاك مش كويسة، احذر من الإنسانة دي، عشان الإنسانة دي يعني مش بتحب لك خالص الخير، حابة تكسرك. هاي الإنسانة عاملة زي العقربة، بتلدع وتختفي، هي دي سحراك، أزياك بالسحر، هو اللي دمر حياتك لفترة، السحر ده اللي تعبك جدا. هي دي الإنسانة دي مش كويسة، شايفك هنا بتخسر حد أو حصل ما بينك وما بين الشريك، فممكن تخسره البعض هنا، ممكن يخسر الشريك أو خسر الشريك. شايف طاقتك نفذت، ولكن جواك الأمل مفتوح، وكأنك بتطلب من رب العالمين الهدوء والاستقرار في حياتك. شخص هنا بيفتن عليك بكلام، ولكن الفتنة فتنته دي هتوصل ليك، ومش هتع يعني مش هتعرف تعمل معاه أو مع أي حد حالي، هتسكت. لكن التغير جاي لك قدام، وأنا شايف إنه يعني خلاص ديالك الطريق الصحيح اللي هتمشي فيه، في كتير أمور هتفرح بيه، في حكم محكمة هيكون بشرة خير ليك أنت. قد ما تعرضت للطعنات رب العالمين هيقف بجنبك، لأنك تعرضت لطعنات كثيرة، لكن رب العالمين هيقف جنبك ومعاك. شايفك أنت هنا في مرحلة تغير، بمعنى أشخاص يعني هتخرجهم عن حياتك خالص، هيطلع بعيد عن حياتك الأشخاص دي. بس أنت شايفك هنا يعني في حالة من الاكتئاب والخنق مسيطر عليك، وكأنك صابر على التغير في عدة أمور في حياتك، وكأنك بتسأل رب العالمين إنه يقف معاك قدام يعني عيون الشماتة، لأن شايفك هنا يعني قافل على نفسك كتير ومنغلق على حالك. بس عندك رزق، بقول لك عندك رزق، عندك تيسر رزق، وعندك بإذن الله خلال الفترة اللي جاية، وعندك أكتر من نصر جاي لك، عندك أكتر يعني من نصر، حدث هتنتصر فيها كتيرة وهتنبسط بيه. في عندك شخص على ما هياخذ منك مصلحته هيطلع برا حياتك، وهيطلع فيك عيوب، هيطلع فيك عيوب الدنيا والآخرة. الشخص هيطلع فيك عيوب الدنيا والآخرة. عندك قضية هتخلصها على خير، شايفنا في انفصال أو حدا ما بينك وما بين شخص، هتوصل ما بينكم بعض بإذن الله، وهترجعوا من جديد للمحادثات ما بينك وما بينه. شاف شخص هنا، وفي هنا مع كل اللي حواليك، وهنا خلي بالك منهم، خلي بالك أكتر حدا من المقربين دول، خلي بالك منهم أكتر حدا، لأن شافك هنا بتحاول تكون حذر من تكرر يعني غلطاتك، لأن غلطاتك السابقة كانت كتير. وحتى أنا شايفك هنا هتبدأ تتعامل بذكاء مع بعض الأشخاص اللي حواليك، بترتاح. شايف هنا يعني مع شخص هنا في كلام، وهتبدأ تتكلم عن اللي كل اللي جواك، هتبدأ تتكلم عن كل حاجة بدون قلق وبدون خوف، بدون أي قلق وبدون أي خوف، هتفتح ليه قلبك، هتقول له على كل حاجة تعباك أو كل حاجة واقفة معاه، هتفضل تحكي معاه وهتفتح قلبك ليه. الرزق حواليك، والرزق دايلك حلو، هيجيلك وهتنبسط بيه. وانا شايفك هنا يعني الرزق دايلك مليح، ورميت حمولك، قد ما كنت مهموم رام حمولك على رب العالمين، على قد الهموم اللي عندك والتعب وكل حدا عندك، بس رامي همومك على رب العالمين، ورب العالمين مش هيخذلك ابدا، رب العالمين دايما هينصرك وهيقف معاك، لان قلبك طيب، قلبك طيب
هنا في شخص نرجسي، الشخص ده نرجسي بيكون يعني مخطئ معاك وفي جميع تصرفاته، وانت مش هتكون يعني هنا عارف تحط معاه النقط على الحروف. شايفك هنا هتبدأ يعني مع شخص بداية جديدة، تبدأ بداية جديدة. الشخص ده بيوقع في فتنة، وما بين انك مستني الوقت علشان تعرف تاخذ حقك، مستني تاخذ حقك. الوضع هنا المادي عندك اللي جاي رايح، قد ما هو جاي رايح، يعني شايفك بتدري على لقمة عيشك. قد ما انا شايف يعني ان عندك مسؤوليات كثيرة زادت عليك، عندك مسؤوليات كثيرة زايد عليك. شايف هنا اللهم صل على النبي، عندك هنا بس انا شايف يعني عندك نجاح، نجاح كويس، عندك عمال تدعي ربنا ان يعني يعطيك هاي الفرصة او النجاح او المسؤولية، في عندك طريق انت بتدعي ربنا عليه انك تتخطاها وتوصل للهدف اللي انت عايزه. شايف امور هنا يعني في امور معلقة بينك وما بين شخص، شايفك انها تسمع كلام، هتسمع كلام من شخص وكلام بيزعلك لدرجة كبيرة. وفي عتبة البيت هنا هتقابل يعني كلام وحاجات مش كويسة، النميمة والفتنة. شايف اتنين اوقات هنا وبيحصل بينك يعني وما بين شخصين مشكلة، بس ربنا بيقف معاك. في ناس هنا من شخصيتها او من طبعها الكذب والكلام على الناس والفتنة، وتحب توقع الناس ببعضيها، هي شخصيتها كده الناس دي، الكذب والنميمة وتحب ان توقع الناس وهكذا، هاي الاشخاص دي طبعها كده. شايف هنا اللهم صل على النبي، طريق مفتوح قدامك، هتقف على الارض الصلبة وهتقف الى الطريق الهدف اللي مفتوحة قدامك، وهتوصل للهدف اللي انت عايزه، هتوصل للهدف اللي انت عايزه بإذن الله تعالى. شايف هنا يعني انت هنا من التعب اللي انت فيه، من الضيق اللي انت فيه، عايز تخرج، عايز تحس بالراحة، عايز تطلع من الهم اللي انت فيه، عايز تطلع من الغيمة اللي انت فيه، عايز تطلع من التعب النفسي والضغط النفسي اللي انت فيه، هتطلع منه، هتطلع منه بإذن الله تعالى. شايف عندك هنا وكتير يعني حاجات بتحصل معاك، بتتجاوز المرحلة دي، بس القلق والإرهاق، شايف إن الحبيب هيكون معاك في وضع توتر ومتطلبات هتكون كتيرة الفترة دي. شايف إنسانة يعني مش كويسة تدخل بينك وبين شخص في كلام، وهتصير الجدل ما بينكم. شايف هنا متوزع عليك هنا شخص، يعني الشخص ده انه يتجسس عليك في كل امورك، في كل امورك يتجسس عليك، عندك تعب وصداع والمعدة الفترة دي، وعندك يعني بس عندك فرصة شغل، فرصة شغل بتديلك وبيتفرع بيها يعني منها سفر، والسفر ده داخل البلاد، داخل البلاد بيديلك السفر ده. عندك او حاجة في المحكمة ربنا هينصفك فيه، لان انا شايف عندك اوراق بتخلصها في المحكمة، هتخلصها بإذن الله تعالى وربنا ينصفك فيه ويكون واقف معاك فيها بإذن الله تعالى. شايف هنا عندك يعني بتبرر للاشخاص، يعني شايفك هنا بتبرر نفسك او بتتكلم مع اشخاص بتخلص هذا، او في يعني عتاب ما بينكم، هاي الاشخاص هيكون في عتاب ما بينكم راح يعدي ان شاء الله ويكون صلح بعد العتاب باذن الله تعالى. انت يعني شايفك انت صبور هنا ومتحمل، ومتحمل غلطات الناس اللي حواليك، مع العلم انك يعني بتقدم عطايات كثيره، يعني انت متحمل حاجات كثيره وغلطات الناس كمان اللي حواليك، وعاطيهم الخير ومقدم عطايات كثيره، رب العالمين بينصرك على امور معقده حواليك، على امور معقده حواليك. وكاني شايفك هنا يعني بتحاول الفتره دي تبعد عن غلطات،
الغلطات دي ممكن تقع فيه. شايف شخص سنة بيقعد معاك وحديثه مش يعني مش بيخرج من ذهنك، شايف حديثه مش بيخرج من ذهنك الفترة دي، وشايف الفترة دي طويلة، خلي عندك يعني بقول لك يعني خلي عندك حكمة من الأشخاص، لأنها تنخدع في مين حلو ومين وحش. شايف عندك انخداع وهتنخدع في مين الشخص الحلو ومين الشخص الوحش. في شخص ليه مكانة كبيرة، شايفنا هتحس يعني من طريقته معاك بالراحة وهتحس معاه بالسكينة، بس هنا بحذرك من النميمة اللي حواليك، بحذرك من النميمة اللي حواليك. وزي ما يكون في حواليك أشخاص عايزين أو عايزين يعني تظهر فيك أي عيوب، عايزين يوقعوك، مش حابينك تندح، مش حابينك توصل للهدف، مش حابينك تكون ناجح، او مش حابينك يعني توصل للهدف اللي انت عايزه. هاي الاشخاص حابة توقعك في اي حاجة، مش عايزينك ابدا توصل لاي هدف. خلي بالك منهم الاشخاص اللي حواليك دي، عشان الاشخاص دي بتضرب ضرب صح. شايفنا عندك ريسك بطريقة حلوة، بيتحسن معاك رزقك بطريقة حلوة، وعلاقتك مع الحبيب الفترة دي يعني هتكون فيها كلام كتير، يعني كلام فيه زعل، فيه مضايقة، يعني فيه كلام زعل. عندك شخص هنا، عندك شخص هينفقدك، ومجرد ما هيبعد عنك او هكذا هيزعل او هيتعب نفسيا. شايفك ان انت تبدأ تغير من نفسك، في عندك عملية تجميلية، شايفك عندك هنا هتفكر يعني هتغير حاجات كتيرة من نفسك. عندك صداع الفترة دي، عندك صداع الفترة دي وملازمك. عندك هنا شخص، الشخص ده يعني شايف هيكون يعني مركز معاك، الشخص ده هيكون مركز معاك يعني معك من فترة للتانية، وكأنه شايف عندك هنا بلوك بينك وما بين شخص، بلوك ما بينك وما بين شخص هينفك، في يعني فك ما بينك وما بينه. في امرأة حمقاء هتنرفزك، المرأة دي حمقاء وهتنرفزك، هتنرفزك بطريقة مباشرة. عندك شخص هنا من بعيد يعني مقاطعك، او مفيش تواصل ما بينك وما بينه، او هو مقاطعك، راح تجي لك منه مكالمة تلفون، راح تجي لك منه مكالمة تلفون. هاي الشخص شايف يعني بقول لك يعني الازمات المادية يعني هي ملحقاك خلال الفترة دي، وانا شايف برضو هنا انت بتعاني من كثرة المسؤوليات، متحمل كتير وكثرة المسؤوليات اللي بتزيد فوق اكتافك يوم عن يوم، بس انت مستحمل 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 همومك. يعني شايفك هنا مش جا يعني مستحمل كتير، ومجبر انك يعني مجبر انك تقدم تنازلات عشان المركب يعني تسير وتمشي. في اشخاص هنا يعني بتعمل انها بتحبك، الاشخاص دي بتعمل انها بتحبك، بس بتضرب من تحت الحزام، بتضرب من تحت الحزام. خلي بالك خلي بالك واحذر من يعني الخدعة زي ما بيقولوا، احذر من الخدعة من اشخاص مقربة منك، وكأن الخدعة دي عبارة عن اتفاق، وفي تغير الاتفاق بطريقة او طريقته او بشكل تاني، يعني في مشكلة بتودي يعني لبعد بينك وما بين شخص، بس في بس فترة يعني البعد هتكون مدتها يعني بسيطة، بلوك ما بينك وما بين شخص بينفك برضه،
واحذر يعني من مصاريفك الفترة دي، لأنك هتعاني بتوتر بسبب يعني أمورك المادية. شخص جايلك من مكان بعيد وبتقابله أنت، وهيكون ما بينك وما بينه يعني مقابلة خير ليك، مقابلة خير ليك المقابلة دي، شايفني؟ ويعني ليه قرار، يعني شايف في قرار بتاخذه مع نفسك، وكأن أنت يعني هنا بتفكر في القرار وبتحاول تقول هل أوافق أو أرفض، هل أوافق أو أرفض، محتار عمال تفكر في الوافقة أو ترفض في هذا القرار. اللهم صل على سيدنا محمد. رب العالمين بينصرك، شايف عندك نصرة، يعني شايف عندك بينصرك في هاي الموضوع اللي انت فيه. وفي عندك هنا موضوع سفر بيتأدل، موضوع سفر تاني بيفتح قدامك بس بيتأدل. عندك اشارتين كمان، اشارتين، بس احذر يعني من شخص يمنع، يعني يمنع وصولك لشخص اخر. الشخص ده بيمنع وصولك لشخص اخر، وعندك الفترة دي تعب في الضغط، إذا كان عندك منخفض أو مرتفع، يعني هشوفك هنا منتظر إنك تاخد حاجة، في حاجة منتظرها، في حاجة منتظرها، ديالك، ديالك بإذن الله تعالى، وبتدعي رب العالمين ياخذ لك حقك في يعني أمور ضاعت من بين إيدك، عمال تدعي رب العالمين ياخذ لك حقك من حاجات ضاعت ما بين إيدك. احذر هنا برضو من امرأة متزوجة، احذر من امرأة متزوجة نيتها من ناحيتك مش سليمة، نيتها المرأة المتزوجة من ناحيتك مش سليمة، ورب العالمين هينديك منها. وعندك عوض، عندك عوض على ايام ضاعت من ايدك وانت حزين ومكسور، بس عندك هنا احتفال قريب يعني بتنبسط بيه، يعني شايفك هنا بتنبسط بيه، ويلي مفتقد الحبيب بهاي الفترة شايف يعني الحب هيدخل قلبك من جديد. عندك صلح ما بينك وما بين شخص مقرب منك، واحذر من يعني الاشخاص اللي بتعمل انها بتحبك، احذر من الاشخاص دي اللي بتعمل انها بتحبك. في اشخاص يعني بتتمنى لك كل الشر، الاشخاص دي مش بتحبك، الاشخاص دي حابه توقعك في مشاكل، بس انا شايف عندك هنا تحقق امنيه، يعني الامنيه دي انت بتفكر فيها 24 ساعه راح تتحقق معاك. في اموال ديالك غير متوقع، الاموال دي انت مش متوقعها، قد ما ليك باذن الله. لديك هنا بشرى وفرحه في خلال يعني ثلاث خطوات، في خلال ثلاث خطوات بإذن الله ديالك البشرة وديالك الفرحة. في حد هنا بيحبك وبيراقبك من يعني بيراقبك عن قرب، عمال يراقبك ويبص عليك وبيراقبك عن قرب وبيحبك. وفي حد هنا انت حصل ما بينك وما بينه اختلاف او مشاكل، لان انا شايفه هو ندمان، ندمان وزعلان، بس برضو العيون مهما اقول لك العيون عليك ومش سايباك في حالك. من اقرب اكتر حاجة اقرب الناس ليك حاسدينك، لان رقم حسود من اقرب الناس ليك حاسدينك على ابتسامتك، على ضحكتك، على فرحتك، على اي حاجة حاسدينك. وانت بتقول حاسديني على ايه؟ ايه اللي عندي عشان حاسديني عليه؟ بس ابشر، ابشر، الفرحة ديالك، الفرحة ديالك. عندك تخلص يعني اوراق وهتعلي مشانك، بتمضي اوراق، الاوراق دي فيها يعني فتح مشروع او هتدخل مشروع وهيكتسب هاي المشروع او هتنجح فيه، عندك دخل في مشروع باذن الله تعالى، في شراء دكان او شراء شركة او شراء منزل، انا شايفك بتشتري حاجة بتشتريها وبتمضي فيها عقود برضه، فيها راح ان شاء الله يكون فيها السعاده ليك باذن الله تعالى.
صلي على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم بشرني بما أنتظر منك وأنت خير المبشرين كلها. أتمنى من أحبابي في الله يدعموا الفيديو باللايك، وإن كنتم لم تشتركوا في القناة يشرفنا اشتراككم في القناة وفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد من أسرار العالم الروحاني. وإن كنت بتعاني من السحر أو من مس أو من تعطيل أو من تابعة، كل العلاجات داخل القناة والرقم أمامكم اللي حابب يتواصل معنا واتس فيها العلاجات. إن شاء الله هنكون في حسن ظنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.